للأسف الشديد هاي الحالات جاءت تتكرر، لعله بين يوم يوم أو يومية في منطقة الصحفيين. يعني ما أعرف هذا ماي إسالة. ناشدنا وطالبنا وراح أراويكم. يعني هذا الطين جاي يشوفونه، هذا الطين كله نزل من المطار من الماي، ماي الإسالة للأسف الشديد. ما أعرف يمتى يتم معالجته، ما أعرف. هذا الماي جاي يصف هسه الساعة 12:30 أو بالوحدة تقريبا بالليل. هاي وضعنا منطقة الصحفيين قضاء الزبير. ما أعرف ياهو المسؤول على القضية، ياهو يتحاسب، ياهو يتابع، ياهو يوجه. هاي شوف يعني والله خيسة مو ماي.